فرحة الإعلان عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل لم تعد تسع هذا المخبز اليهودي في الدار البيضاء، خاصة في المناسبات اليهودية، حيث تزامن الاتفاق مع عيد الأنوار اليهودي حانوكا، وتتطلع شريحة من التجار إلى تسريع خطوات تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لما في ذلك من مردود اقتصادي هام على حركتهم التجارية. أظن أن الأمر سينعكس إيجاباً على الجميع، ليس فقط على المغاربة اليهود، بل جميع المغاربة. أنا شخصياً أعرف عشرات الأشخاص من المغاربة المسلمين الذين يحلمون بزيارة إسرائيل، لكنهم لا يفعلون ذلك بسبب التعقيدات. ثمة شعور سائد لدى يهود المغرب بأنهم كانوا يترقبون هذا الاتفاق منذ أن أعلنت دولة الإمارات والبحرين وبعدهما السودان عن اتفاقية سلام مع إسرائيل. مع هذا الانفتاح سيكون المغاربة وغيرهم من هم في إسرائيل قادرين على المجيء. في إسرائيل أبقى اليهود من أصول مغربية والذين يقرب عددهم من 700,000 شخص، صلات قوية مع المملكة، ولا يزال الكثير منهم يتحدثون المغربية الدارجة ويحافظون على التقاليد الموسيقية والثقافية. أكثرية هؤلاء هاجروا مع عائلاتهم مطلع خمسينيات القرن الماضي إثر إنشاء دولة إسرائيل، وحينها كان المغرب يستضيف أكبر عدد من اليهود في شمال إفريقيا، لكن لم يبقى من هؤلاء حاليا في المملكة سوى 3,000 يهودي أو أقل من ذلك.